إذن بسم الله وعلى بركة الله انطلق في هذه اللحظات الشوط الرئيسي الأول، شوط النخبة، شوط المتأهلات، ينطلق بحفظ من الله ورعايته. ننطلق مع أول المنطلقات لأرى اللي في الصدارة اللي في المقدمة مباشرة. هذه الشاهينية لفهد بن علي بن سند المهندي هي من تفتتح هذا الصباح، ولكن أرى اللي قادمه من الجانب الأيمن. هذه الشاهينية أيضا لفهد بن علي بن سند المهندي، وفي ثالث المراكز شواشة لسالم بن مبارك بن نابت، وحذاري من شواشة، يا أهل الإبكار حذاري من شواشة. اللي في رابع المراكز هناك أرى القدوم من جانب الجزيرة، الجزيرة لغانم بن سيف بن ناصر الخميسي مع الجزيرة واصلة في هذه اللحظات. واللي في خامس المراكز هذه عاصفة الحزم لعلي بن طحنون بن مهيرة، وصلتكم عاصفة الحزم. الله يا هذا الشوط، الله يا هذا الشوط، شوط النخبة، شوط حبس الأنفاس. اللي في المقدمة غيرت الجزيرة، وهذا سباق الجزيرة. يا سلام يا الجزيرة على هذا الأداء لمحمد بن عبد الله الهاجري اللي في المقدمة يقود هذا الجمع مع الجزيرة في المقدمة. وفي ثاني المراكز هناك طواري لغانم بن سيف بن ناصر الخميسي، ولكن جاوزت الحصينية لضيف الله بن علي البريكي في ثاني المراكز. ولكن خلونا مع المنطلقة، مع المقدمة، خلونا مع الصدارة. يا سلام يا الجزيرة، الله 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 الله، الجزيرة إذن اسم على مسمى، سميت على هذا السباق لتفوز بأول الأشواط الصباحية لهذا اليوم. عيني عليك باردة، بسم الله عليك، كل العيون اللي تشوفك يكفي الله شرها. تهانينا والناموس لمالك الجزيرة محمد بن عبد الله الهاجري. تهانينا إذن لمالك الجزيرة غانم بن سيف بن ناصر الخميسي اللي في ثاني المراكز، طواري لغانم بن سيف بن ناصر الخميسي، وفي ثالث المراكز اللي ما قصرت الحصينية ضيف الله بن علي البريكي. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:08:76 جزءا من الثانية. تهانينا للجميع.